السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا عن إزالة النجاسة. والنجاسة أولا إذا كانت على الأرض فإنه يكفي ويجزئ فيها أن تغسل ولو غسلة واحدة، المهم أن تذهب عين النجاسة. فإذا ذهبت عين النجاسة بغسلة واحدة فإنها تجزئ، هذا إذا كانت على الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وإذا كانت النجاسة على غير الأرض كمثلا في ثوب أو في غيره أيضا، فإن الصحيح أنها أيضا يكفي فيها أن يغسلها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. فإن ذهبت عين النجاسة بغسلة وإلا وجب أن يزيد حتى تذهب عين النجاسة ويذهب لونها وطعمها ورائحتها، ولكن لا يضر بقاء لون، لكن يضر لو بقي اللون والطعم ورائحة. أما لو بقي اللون فقط فإنه لا يضر، لقوله عليه الصلاة والسلام في غسل ذم الحيض: ولا يضرك أثره. لكن ذهب الطعم وذهبت الرائحة. وإذا كانت النجاسة ولوغ كلب في إناء فإنه يجب أن يغسل هذا الإناء بأن نغسله سبع غسلات، إحداهن بالتراب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية: أولاهن أخراهن بالتراب، وفي رواية: إحداهن بالتراب، وفي رواية: وعثروه الثامنة بالتراب. يعني أن تكون سبع غسلات ثم يوضع التراب على مع إحدى الغسلات فيكون غسلة ثامنة، فيغسل سبعا وجوبا إحداهن بالتراب. ولا يجزي عن التراب غيره على القول الصحيح إلا إذا لم نجد ترابا، فإننا نضع ما يقوم مقامه كالصابون والشامبو الذي يطهر، فهذا إذا لم نجد ترابا. أما إذا وجد ترابا فلا بد منه في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. والقول الصحيح أن النجاسة إذا ذهبت بنفسها أو ذهبت بالشمس أو ذهبت بالريح حتى أصبح المحل طاهرا نقيا من النجاسة فإنه يطهر. ولا يجب النية في إزالة النجاسة، لأن النية إنما تشترط في الأفعال ولا تشترط في التروك، وإزالة النجاسة من باب التروك. ولذلك لو زالت النجاسة بدون فعل فاعل كما قلت وطهر المحل منها فإنه يطهر. وكذلك لو أزال النجاسة صغير أو أزالها مجنون أو أزالها طفل حتى ولو كان غير مميز فإنها تزول ويطهر المحل بذلك. أو نزل المطر على هذا المكان الذي فيه نجاسة فطهر هذا المحل فإنه يطهر، لأنه كما قلت لا يشترط لإزالتها النية. وكما قلت صحيح أنه يطهر المكان الذي فيه النجاسة إذا زالت بريح أو بشمس. وأما الاستحالة فإن الخمر إذا استحالت بنفسها فأصبحت خلا فإنها تطهر. أما لو خللها شخص ليجعلها خلا فإنها لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: عندي خمر لأيتام،
فأمره بإراقتها، ولو كانت تطهر بالتخليل لأمره أن يخللها، كيف وأنها خمر لأيتام. وإذا تنجس الدهن بوقوع ميتة فيه، نعم، فإذا كان هذا الدهن أو هذا الزيت نائع، نعم، جامدا، قال بعض أهل العلم الجامد أن تؤخذ النجاسة وما حولها ويطهر، كما في حديث الفأرة إذا ماتت في السمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وأما إذا كان مائعا فقال بعض العلم لا يقرب، لأنه يتنجس بسريان النجاسة فيه، لا سيما إذا كان قليلا، وأما الكثير فلا يضره. والقول هناك من قال على أنه سواء كان مائعا أو جامدا ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. وإذا تنجس الماء، فقد مقام عن الكلام على هذه المسألة، فإنه إذا عمل له تحاليل وفصلت عنه النجاسة فإنه يطهر. وإذا كانت النجاسة في ثوب مثلا وخفي موضعها، فإنه يجب أن يغسل هذا الثوب حتى يجزم بزوال تلك النجاسة. وإذا كانت النجاسة بول غلام لم يأكل الطعام، يعني لا يزال صغيرا لم يأكل الطعام ولم يشتهي الطعام ولم يرغب في الطعام، وإنما كان لا يزال يتغذى بالحليب، فإذا وقع بوله على شيء فإنه يكفي أن ينضح، يعني بمعنى أنه يغش، ولا يجب غسله، فلا يجب عصره، ولا يجب دلكه، وإنما ينضح، يغش عليه الماء فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بنضحه، نعم، وقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. أما إذا كان البول بول جارية صغيرة، يعني بول أنثى، أو كان الغلام يأكل الطعام ويشتهيه ويتطلبه ونحو ذلك، فإنه يغسل بوله كغيره، كبول الكبير، وكذلك بول أنثى كما قلت يغسل. وأما الذي ينضح ويغش من بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام ولم يشتهي الطعام. ويعفى في النجاسة عن الشيء اليسير، يعفى في النجاسة عن الشيء اليسير، كما لو كان وقع شيئا يسيرا من دم ونحوه في ثوب أو في، حتى القول الصحيح حتى ولو وقع فيه طعام، لأن الشيء اليسير معفو عنه. ويعفى أيضا عن أثر الاستجمار بمحل الاستجمار، فإن أثره معفو عنه، لأنه أيضا معنى على الاستجمار طهارة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام عن لما سئل عن العظم، نعم، وعن القوث، فقال إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرهما يطهر. المرأة التي ذيلها طويل وتمشي به، ولكن تمر في أماكن فيها بعض النجاسة ثم تمشي في أماكن طاهرة، فإن هذا يطهر، يطهره ما بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا مرأت على أمكنة فيها نجاسة فتنجس الذيل، ثم مرأت على أمكنة طاهرة بهذا الذيل، فإنه يطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. وإذا وطئ الإنسان بنعليه في الأذى في نجاسة، فإن التراب له طهور، كما قال عليه الصلاة والسلام، فيدركها بالتراب وتطهر بفضل الله عز وجل. ولا يشترط أن يغسلها بالماء، لكن إذا دلكها فذهبت، نعم، فإنه يطهر ذلك الخف أو ذلك النعل، نعم، والذيل كما ذكرت يطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. وأما الآدمي فإنه إذا مات فإنه لا ينجس،
لا ينجس، نعم، لا حيا ولا ميتا الآدمي، سواء كان مسلما أو كافرا، فإنه لا ينجس بالموت بل يبقى طاهرا. وأما حيوانات مأكولة اللحم فإنها تنجس بالموت إذا كانت مما لا تحل ولا تحل إلا بالذكاة، أما إذا كانت تحل من غير الذكاة كالسمك، نعم، وميتة البحر، فإن هذا لا ينجس بالموت. وما لا نفس له سائلة، مثل الذباب، مثل ما يسمون عندنا الآن القعموس، مثل النمل، وكان متولد من الطاهرات، يعني لم يكن مثلا متولد من البالوعات، بالوعات القاذورات، بالوعات البول، بالوعات العذرة. والصحيح أنه إذا كان هذا الحيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، فلو وقع في طعام أو في شراب أو نحو ذلك فإنه لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم قال فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو كان ينجس الشراب ونحو ذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه في الشراب، ولكن هذا دل على أنه لا ينجس. وألحق به أيضا ما ليس له دم سائل، مثل بعض الحشرات هذه التي ما فيها دم يسيل، ومثل أيضا بعض الأشياء اليسيرة، نعم، الصغيرة، وغيرها مما لا دم له سائل، لأن الدم هو يسمى نفس، ما نفس له سائلة، كما قال الشاعر: تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. فما لا نفس له سائل يعني ليس له دم سائل، فإنه إذا مات فإنه لا ينجس بموته ولا ينجس ما وقع فيه على هذا الأساس، كما بقى معنا في الكلام على حديث الذباب. نعم، والحيوانات الطاهرة، نعم، اللي هي مأكولة اللحم مثل الغنم والإبل والبقر ونحو ذلك مما يؤكل، اللحم والدجاج، البط، الوز، الغزلان، الأرانب، فإن هذه بولها وغوثها ومنيها طاهر، طاهر وليس بنجس، فإذا وقع في شيء فإنه ينجسه، نعم. وإذا كان قال ايش صلوا في مرابض الغنم، ولو كان ما يخرج منها نجسا لما قال صلوا في مرابض الغنم عليه الصلاة والسلام. إذا معناها أنه فدل على أن بولها أيضا لا ينجس بل هو طاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، ومن أبوالها، وهي إذا كانت حية، أما إذا ماتت أبدا خلاص أصبحت نجسة، نعم. فبولها ولحمها، نعم، وغوثها ومنيها ومخاطها ودمعها، كل ذلك الذي يخرج منها فإنه طاهر، نعم، ولا ينجس ما أصابه. فلو أصاب ثوبك بول الكبش أو مخاطه أو عرقه أو منيه فإنه لا ينجس بذلك، ولك أن تصلي، نعم، في هذا الثوب، لأنه كما قلت لأنه طاهر وليس بنجس. ومني الآدمي طاهر أيضا، فهو أصل خلقة الإنسان التي خلقه الله جل وعلا منها، نعم، فالمني هذا طاهر. ولذلك يعني لو صلى مثلا وفي ثوبه شيء من المني فإن صلاته صحيحة. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها، نعم، تزيله من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، تحط إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه عليه الصلاة والسلام. نعم، فمني الآدمي
طاهر، سواء كان مني الذكر أو مني الأنثى، نعم فإنه طاهر وليس بنجس. فإذا أصاب الثوب أو أصاب الرجل مني المرأة أو أصاب المرأة مني الرجل أو أصابه منيه فإنه طاهر ولا نجاسة به، ولا يقال بأنه نجس، بل هو أصل خلقة الإنسان التي خلقه الله جل وعلا منها، كما قال تعالى من مني يمنى. ورطوبة فرج المرأة أيضا طاهرة، الرطوبة التي في فرج المرأة إذا أصابت الإنسان أو أصابت الثوب أو أصابت القماش أو أصابت البدن فإنها طاهرة، فلا يجب عليه أن يغسلها، لا يجب عليه أن يغسلها. وأما خروجها هل ينقض الوضوء، هذا له كلام آخر، لكن هنا نقول أن هذه الرطوبة هي طاهرة وليست بنجسة. وسؤر الهرعة، يعني ما ولغت فيه الهرعة وما دونها في الخلقة، أو إذا الطوافات، القول الصحيح أن كل الطوافات فإن سؤرها طاهر، سؤرها طاهر، يعني إذا ولغت في إناء أو شربت من إناء فإنما زاد بعد شربها فإنه طاهر. ومن ذلك الهرعة، لأنها لما جاءت في حديث أبي أيوب فأصغى لها الإناء ثم أخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فهذا دليل على أن الطوافات كلها يكون سؤرها طاهرة. ومن ذلك الحمار على القول الصحيح، فإنها طوافة على الناس ويركبونها ويذهبون ويأتون عليها، نعم، لكن عند الحنابلة الهرعة ما دون في الخلقة فقط طاهرة، سؤرها يكون. وسباع البهائم اللي هو مثل الذئب والحصين يسمون مثلا، أو الثعلب والفهد والنمر، نعم هناك من يقول أن هذه نجسة، نعم. وسباع الطير مثل الحدأة وأيضا الغراب مثل، نعم هذه الأشياء التي نعم سمى سباع الطير، نعم الحمار، الحمار الأهلي الذي نحن نركبه الآن يسمى الأهلي، هذه هي نجسة، بمعنى أن بولها نجس وغوثها نجس. والنبي لما طلب أن يعطى ثلاثة أحجار قال فأذبح حجرا وغوثة، فألقاها النبي وقال إنها يكس، أي إنها نجس، نجس هذا غوث، غوث الحمار. أما غوث الإبل والبقر والغنم كما قلنا مأكل اللحم فإن غوثه طاهر، إن غوثه طاهر. وأما البغل فإنه قالوا نجس، المتولد من الخيل ومن الحمار، فغلب عليه جانب النجاسة. لكن كما قلت الطوافات فإن سؤرها لا بأس أن يستعمل الإنسان لأنه طاهر، كما في الحديث نعم إنها من الطوافين والطوافات. كذلك الإنسان إذا كان في الفلاة، نعم وجد ماء حتى وإن شربت منه، نعم السباع ونحو ذلك، لا يسأل عن ذلك ولا يتنطع في السؤال، ولكن يتوضأ منه ويستعمله ولا بأس بذلك. أما الكلب حتى ولو طاف فإنه نجس يبقى، كما بقى معنا النبي أمر به عليه الصلاة والسلام بإراقة ما ولغ فيه، احنا قلنا هذا الماء القليل الذي يغلب عليه التأثر بالنجاسة وأنه يحمل النجاسة. وهكذا فإن هذه الأمور التي ذكرناها الآن تتعلق بباب إزالة النجاسة، وحري بالمسلم أن يتجنب النجاسة. والنبي أخبر عن عذاب القبر أنهما يعذبان، ثم قال أما أحدهما كان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهكذا أخي المسلم، هذه كلمة وجيزة في هذه المسألة في إزالة النجاسة، وحرم المسلم أن يتنزه عنها وأن يتطهر عن النجاسات وأن يبتعد عن كل النجاسات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك
عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.